بسيطة جدا وغير مكلفة اذا غادي نحتاجو قطعة ديال التوب. انا عندي هاد القطعة هادي غنستعملها ونتوما اي واحد عنده اي قطعة في الدار عجباه ممكن انه يستعملها غنحتاجو الميترو والمقاس والسحب او السنسلة انا عندي هادي عن هادي اللي عندي متوفرة حاليا لون ديالها اسود يعني تاع علاقة ولكن معليش غادي غادي نستعملها وغادي نستعمل هاد الشريط ديال الخنش لي شريته من المحل ديال هنا كنقولوا هنا المحل الدتشينيزي ما عرفتش يعني اي واحد عنده طبعا شي محل اللي كيبيع الاشياء بحال هيدا هذيك الشريط فيه جوج المترو شريتو انا يعني بواحد الاورو يعني تمام بسيط ماشي غالي طبعا يعني نحاولوا اننا يعني نبتكروا اشياء يعني غير مكلفه باثمنه بسيطه ولكن في الاخر اكيد غتعطينا نتيجه رائعه عندي هذا القليب هذا كذلك شريت واحد واحد باكو فيه جوج ديال القليبات الثمن ديالو حتى هو ب يورو اذا انا هذه المخده تنقام عليا بجوج ديال الاورو يعني مخده غير مكلفه وفي نفس الوقت غتجي واحد المخده رائعه بزاف مخده ديال الديكور يمكننا يعني سواء الصالون الرومي او لا الصاله العربيه اذا انا اخذ قياس ديال المخده ديالي انا هاد المخده عندي الحجم المتوسط ديال 52 ديال السنتيم هانتوما كيف ما كتشوفوا 52 ديال السنتيم غادي ندوز حاليا غادي ندوز نقطع هاد الشريط ديال الخنش انا غنحتاج جوج ديال الاشرطه يعني كيف ما تخيلت انا المخده ديالي غادي تكون احتاج فيها فقط جوج ديال الاشرطه ديال 52 ديال السنتيم كما كنقول دائما المجال ديال الابداع كيبقى واسع جدا يعني كل وحده تقدر تزوق المخده ديالها على حسب كيف ما متخيلة هي في بال ديالها يعني ماشي بالضروره نعملوا نفس الشيء يمكن يكونوا عندنا هاد المواد متوفره يمكن ما تكون شي عندنا يعني اي حاجه عندنا متوفره في البيت بلتنا فيها أننا نخرجوا منا شي حاجه كنستعملوها عندنا يعني كيف ما قلت انا هنايا غنحتاج فقط شريطين اللي غنستعملو يكونوا بنفس القياس اذا هنايا فقط للملاحظه انا هنايا غادي يعني الخنش عندي باللون البني اللون الطبيعي ديالو والتويب دياليا نتوما شفتوه باللون البيج ولكن انا غادي نستعمل اللون الابيض علاش لان انا الخياطه غتجيني فوق الريده اولا فوق الدونتيل والريده هي اللون ديالها ابيض فلهذا انا مضطره انني نستعمل خيط ابيض هنايا غادي نثبت الشريط بالبنس اولا تثبتوه تثبت بالخيط يعني دوزو دوزو عليه بالخيط وليبرا باش يبقى مثبت يعني كل واحد والطريقه ديالو انا هنايا ثبتته غير بديك بديك البنس باش اثناء الخياطه يعني كيف ما كنعرفوا دائما اثناء الخياطه كنخيطوا على راحتنا ما كي ما كيتحرك على الثوب كيف ما كنثبتوه كيف ما كدوز الخياطه هيداك باش كنسهلوا الامر على راسنا اذا نخيط كلا الشريطين هادي يجيو واحد على واحد على الشمال واحد يجي على اليمين يجيو متقاطعين مع بعضهم كيف ما قلت لكم كل وحده تزوق مخدة ديالها يعني كيف ما بنت لها هي وكيف ما تخيلاتها وكيف ما بغاتها تكون انا فقط هادي فكره بسيطه جاتني قلت راني نشاركها معكم هنا غادي نخيط الشريطين كاملين وعد من بعد غادي ندوز انا ركب ديك القليب اللي اذا انا هنايا غادي نخيط هذا القليب كيف ما كتشوفوا القليب ديال الخشب ولكن في الظهر ديالو عنده ديك الطريف ديال باش كيسهل علينا اننا نخيطوه غنخيطو بيدي يعني غنغرزو بطريقه بسيطه بطريقه العاديه وغنثبتو مزيان في ديك المكان اللي اخترت انا و نتوما تقدروا تزي كيف ما كنقول دائما يعني مجال الابداع واسع يعني تزينو بخدة ديالكم كيف ما بغيتوا دابا غادي ندوز نخيط السحاب اولا السنسلة كيف ما كتشوفوا يا بما ان اللون ديالها مغاير غنطر انني نخيطها بطريقه خياطه السحاب المخفي يعني ما اصلا ما غاديش يبان اللي بغات تعرف كيفاش كنخيطوا السحاب المخفي غتجبر الفيديو الخاص في صندوق الوصف بامكانها انها تشوفو